السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج منبر الاحد الذي ياتيكم كل يوم احد اسبوعيا في الساعه العاشره ليلا بتوقيت تونس مع فضيله الدكتور محمد علي حراض. مرحبا بك دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم بالاخوه والاخوات المشاهدين والمستمعين. نعم. ان شاء الله كالعاده كما عودناكم نتناول اولا الاخبار العالميه ثم الاخبار الوطنيه. مهم جدا نحن في نستعمل هذه الاستراتيجية حتى نستطيع أن نفهم وقعنا وارتباطه بالعالم الخارجي والتأثرات أو تأثيرات الأحداث الخارجية والقضايا العالمية على الوضع في تونس سواء كان من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية كما أيضا أذكر السادة المشاهدين ألا يبخلوا علينا ب مشاركة هذا هذا البث أو البارتاج يعني كما يطلق عليه الإخوة في تونس في مواقع في العديد من الصفحات أو الجروبات حتى يتسنى لنا الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين وتعم الفائدة لأكثر عدد ممكن من الإخوة المتابعين. دكتور محمد علي حراث هذا الأسبوع عرفنا القمة السبعة في هيروشيما. وهناك يعني هذه القمة تنعقد في تغيرات عالمية كبيرة وحرب أيضا روسية أوكرانية ما زالت متواصلة ومن المعلوم أيضا أن اليابان علاقتها مع روسيا علاقة متوترة جدا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية واحتلال الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وروسيا حاليا للجزر الشمالية لليابان لو تحدثنا أو تحليلك لهذه القمة التي انعقدت في اليابان في هيروشيما ما يسمى بالعاصمة الاقتصادية أو العاصمة الصناعية لليابان نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحب نعطيه للإخوة والأخوات دائما نبذة تاريخية وفكرة على التجمعات لأن التجمعات هذه الحقيقة مرات بعض الأخوة يقول خلينا نحكي على تونس ما تكلمونيش على القاعدة راهو للاسف العالم مترابط جدا و... وما يحدث هناك يؤثر فينا يعني يعني كرتوشه بين على الحدود الروسيه الاوكرانيه ي... ينجر عنها انت غدو الخبزه ما تلقاهاش في ال... في الكوشه نتاع الطيب يعني الامور مربوطه مربوطه ببعضها جدا اكثر مما نتصور شكونهم السبعه الكبار هو الدول الصناعيه يعني اللي عندها تنميه صناعيه كبيره اللي هما من اوروبا اربع دول المانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا هما اربع دول من اوروبا واثنين من امريكا الشماليه اللي هما كندا والولايات المتحده الامريكيه ودوله من اسيا اللي هي اليابان السبع دول هذا كونوا مثل المنتدى لانهم هما بيناتهم يسيطروا على كميه كبيره من الاقتصاد العالمي عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي مسيطرين عليه انت لو تشوف في عالم التكنولوجيا وكذا اكيد مش في وقت من الاوقات في في وقت من الاوقات من نهارك اما تركب في القطار ولا تركب في المترو ولا تركب في الكار ولا تركب في تاكسي ولا تروح تتفرج في التلفزه ولا تشد التليفون اللي في ديك تلقاه مصنوع في دوله من الدول هذه انا اذا كان عندك حاجه مصنوعه في دوله من الدولة. هذه الدول السبع الاقتصاديه الكبرى اللي عندها سيطره في العالم. هذه الدول تلتقي السبب الاول انه باش تنسق سياساتها باش ما باش ما يكسروش بعضهم بلغه اخرى وفي نفس الوقت يتخذوا اجراءات. كما حكينا عده مرات اللي الدول هذه بعد اللي تشكلت بعد الحرب العالميه أه معناها لانهم جربوا يعني مثلا بريطانيا وامريكا كانوا في مواجهه المانيا واليابان وفي البدايه ايطاليا دول المحور ودول الحلفاء في الاخر جلسون ناس قالوا قال الكلام هذا ما عادش يفيد هاي نسقوا بينات بعضنا وفتحوا اسواق بعضهم لبعضهم وبداوا يتعاونوا أه الان الان ثم خطر طلع جديد ما كانش موجود الخطر هذا اللي حكينا عليه برشا مرات اللي هو الصين، راه كنقول اختر نحكي على تفسيرهم هما ما نحنا توانسه ما يمنش فيهم لا لا انا مع هذا ولا انا مع هذا، لكن نحكي العقل الجمعي كيفاش يفكر. تاريخيا اليابان احتلت الصين واحتلت كوريا الجنوبيه، ولما خسرت اليابان في الحرب منعوا عليها التسليح. الان لان الصين قاعده تطلع فالامريكان الان ولو بعد ما كانوا فرضوا على اليابانيين انهم ما يكونش عندهم جيش كبير وانهم ما يكونش عندهم تسليح كبير الان فرضوا عليهم انه يغيروا في الدستور نتاعهم بحيث يسمح للجيش الياباني للخروج خارج الاراضي اليابانيه والامر الثاني انه طلبوا من اليابان التسلح وكذلك طلبوا وكذلك طلبوا من من المانيا التسلح معناها نحن الان بعد غزو روسيا الاوكرانيه دخل دخلنا مرحله عالميه جديده شنو المرحله العالميه الجديده هذه اللي ان اليابان والمانيا اللي كانت قوى عسكريه كبرى قبل 1945 يعني قبل الحرب العالميه الثانيه الان قاعدين يرجعوا باش يكونوا قوى عالميه كبرى من ناحيه السلاح هذا كلش لمواجهه او احتواء الصين وروسيا هذه الدول الكبيره نبدا تاريخيه اخرى كما تعرفون أن اليابان استسلمت كان أمامهم خيار أنهم يستسلموا للأمريكان أو للاتحاد السوفيتي لأن الاتحاد السوفيتي أبدى الهجوم من الشمال بعد نظام ألمانيا تفرغوا لليابان اليابانيين بوعيهم أنهم يريدوا المحافظة على المنظومة السياسية ويحافظوا على, على الإمبراطورية فعملوا عقد اتفاق مع الأمريكان أنهم يستسلموا للأمريكان وما يستسلموش للسوفيت مقابل ايش؟ مقابل المحافظه على التركيبه السياسيه والثقافيه والاجتماعيه للمجتمع الياباني، بمعنى يبقى الامبراطور وتقوم حكومه ولكن الامريكان جاءوا كتبوا الدستور. الان الامريكان بعد ما كتبوا في الدستور انه اليابان يزم يكون عندها جيش صغير، يزم جيشها ما يخرج حدودها، يزم يكون جيش دفاع مثل ما عملت مع المانيا. الان الامريكان يحثوا فيهم الاثنين على اساس انهم يخرجوا ويتسلحوا هذا كله آه لمواجهة الصين الاجتماع اللي, اللي صار أكد على حاجتين الحاجة الأولى هو أنه دعم أوكرانيا ألا متناهي قالوا السبعة هذم الكبار رانا يا بوتين باش نعطيه الفلوس والسلاح وكل ما تحتاجه أوكرانيا إلى ما لا نهاية يعني ما باش نحطه حدود إلى حد الساعة المساعدات متاع السبعة الكبار هذوما لدولة ااا لدولة أوكرانيا في حربها فاتت ال 200 مليار دولار. باش مش... باش تفهموا الحجم نتاعها اللي نحن قاعدين في تونس نجريو وراس صندوق النقد الدولي على 1.9 مليار دولار، يعني أقل من 1% أقل من 1% من اللي أخذاته أخذاته أوكرانيا. وهذا دون اعتبار تقريب 6 مليون او 7 مليون اوكراني وقع وقع استيعابهم في في اوروبا يعني مصاريفهم كل على حساب على حساب اوروبا ولكن قالوا ربش نفتحوا الابواب الان الدعم هذه الدول الصناعيه الكبرى السبعه لاوكرانيا بدا بالاسلحه الخفيفه ثم الاسلحه الدفاعيه قبل ستة اشهر اتفقوا ان يعطوهم الدبابات اليوم في الاجتماع هذا اتفقوا انه يعطوهم الطائرات المقاتله الاف 16 آه، هذا علاش المره الاخرى سالوني الاخوه على الحرب الاوكرانيه الروسيه الحرب الاوكرانيه الروسيه ما فيش افق لل... ما فيش افق انها تنتهي الان يعني خلوا في بالكم راه الحرب هذه مازالت متواصله علاش لانه استراتيجيه روسيا ما تقدرش توخر تقدرش ترجع لتالي يعني رجعت التالي تنتهي روسيا استراتيجيه الامريكان اللي هم يقودوا الحرب لانه اوكرانيا ما هي الا يعني دوله تنفذ لانه اوكرانيا بدون الدول الغربيه هذه ما عندها ما عندها ما تعمل. فالاستراتيجيه الامريكيه كما قلت لكم انه جر روسيا في المستنقع الاوكراني الى اطول مده ممكنه، لماذا؟ لان روسيا هي الحليف المحتمل للصين والمستهدف الحقيقي هو الصين لان الصين كما قلت لكم هي التحدي الحقيقي للدول الصناعيه الكبرى هي التحدي الحقيقي ليش؟ لان الصين قوتها متعدده الابعاد الصين عندها سلاح عندها نووي عندها بار شعبات عندها دوله كبيره وفي نفس الوقت عندها صناعات يعني انت ايضا في بيتك مثل ما يكون عندك قطعة مصنوعة في اليابان أو مصنوعة في أمريكا أو مصنوعة في فرنسا ممكن جدا تلقى عندك قطعة مصنوعة في الصين بمعنى الصين منافس منافس كبير والمنافس الكبير ما هوش فقط اقتصاديا كما قلت متعدد الأبعاد بينما روسيا عندها شوية نفط وعندها سلاح معناها هذا هو الموجود في روسيا ما ثماش حاجة أخرى ما أنا ماريش تونسي سوق في كهرباء مصنوعة في روسيا ولا عنده تلفزيون في مصنوع في روسيا ولا عنده حتى طاوله ولا كرسي مصنوعة في روسيا لان روسيا ماهيش متجهه للصناعات هذيك بالتالي التحدي نتاعها محدود التحدي الحقيقي هي الصين لكن يريدوا الصين يحرموها من من حليف كبير مثل مثل روسيا كيفاش باش يعملوا له الحليف هذا مورط في الحرب مبلع غادي ما, ما عندك ما تنجمش تخرج من الحرب هذيك هذا اللي اللي قاعد يصير لما اعلنش هما اعلنوا الان انه باش يعطوا الطائرات الفانتوم هذه الاف 16 اف 16 للاوكرانيين لان الروس تقدموا في بخموت يعني ذم المدينه هذه عندهم 22 شهر ولا قد... ولا المعذره عندهم تقريبا الان 10 اشهر بداوا من اكتوبر من اكتوبر وانت جاي يحسب قداش معناها من 10 نحن في شهر 5 توا معناها سبع شهور تقريبا سبع شهور والحرب دائره في مدينه ما هيش مدينة كبيرة، مش كبيرة برشا. والحرب دايرة دايرة فيها. الآن الروس دخلوا للمدينة هذه. الروس يعملوا خطوة والأمريكان يعملوا خطوة. هذه خريطة السيطرة. وإن كان هذه مش محدثة برشا هذه. هذه خريطة السيطرة ما بين الأراضي اللي سيطرت عليها روسيا من من أوكرانيا، كما تشوفوا. انه بحر ازوف صار بحيره روسيه معناها يعني سيطرت عليه روسيا بالكامل وقاعدين يزحفوا الروس لكن ببطء شوف عام واش وهذه المناطق اللي فيها الروس الموالية لهم معناها انهم يزيدوا خطوات اخرى يحب لهم وقت الروس يتقدموا من جهه الامريكان يزيدوا السلاح من جهه ولا ولا في اجزاء منها كروفر هذيك الالوان الـ البنفسجيه هذيك آه. مناطق سيطرت عليها روسيا واسترجعتها آه واسترجعتها اوكرانيا بمعنى انه صار روسيا تسيطر واوكرانيا تعاود تفك وروسيا تعاود تتقدم وهلم مجر وهذا هو المستنقع المستنقع انه ما عندكش نهايه قداش بتمشي قداش تبع الان بعد, آه بعد... آه لما 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 قبل كانوا يعطوا الاسلحه الدفاعيه كانوا يهددوا باعطاء الدبابات لما اعطوا الدبابات بداوا يهدوا باعطاء الطيارات الان اقروا الطيارات وبداوا يهدوا باعطاء الصواريخ بريطانيا اخيرا اعلنت انها ممكن باش تدعم اوكرانيا بصواريخ يصل مداها 300 كيلومتر 300 كيلومتر لو ترميها من الحدود توصل الى موسكو احنا دخلنا في دخلنا في اللعب الصحيح هذا باش باش طول الحاله نتاع روسيا شنو علاقتها بالصين وبالسبعه الكبار وبالاجتماع نتاع هيروشيما هو هذا يعني الاجتماع نتاع هيروشيما هو مواصلة حصار الصين وإطالة الحرب شنو باش نجر عليه هذايا نحن كتوانسة شنو اللي شنو اللي باش يصير نحن كتوانسة بقدر ما تطوال الحرب يعني اليوم في مناطق من القيروان سمعت أنه الخبز المدورة هذيك وصلت وصلت 2000 فرنك زوز دينارات نعم هذا منيش هو منك الخريطة اللي تشوف فيها قدامك عندها علاقة كبيرة بالخريطه اللي اللي امامك ولو تطورت الحرب لا قدر الله ما تعرفش شنو شنو ممكن يصير لانه الغذاء نتاعنا برشا حوايج منه يجي من هناك وحتى اللي ما يجيش من هناك كل الشركات التامين وشركات النقل كلها رفعت في الاسعار نتاعها لما يرتفع السعر بمعنى اخر انه سعر التكلفه ارتفع باش يوصلك انت يكون مرتفع وهذاك علاش يغلى وهذاك علاش مع عندناش والى اخره فهذا تقريبا بالنسبة ما هو الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية والقيادة الأمريكية لما يسمى بالعالم الحر أنا الأمريكان الآن كما قلت لكم المرة فاتت المحاور والدوائر اللي عند أمريكا دوائر النفوذ والسيطرة اللي تبدأ من الأنجلوساكسون إلى أن تنتشر للحلفاء في الاجتماع هذا متاع السبعة اللي ما شفناش ما انتبوش ليه برشا ناس أنه الامريكان جابوا البرازيل وجابوا الهند حاضر وطبعا الزيلنسكي نتاع اوكرانيا حضروا وعمل خطاب زيلنسكي هذا دميه دميه عند الامريكان ما عنده حتى ما عنده حتى قيمه يعني مهرج لانه امريكا بمعنى اوكرانيا بدون امريكا ما عندها حتى شيء والقرار الاول والاخير في الحرب باش يكون الامريكان لانه ببساطه لو الامريكان غدوا قالوا بطلنا ماناش باش فلوس ماناش باش نعطوه طيارات ما نجمع من حتى شيء غدوه روسيا تاخذ اوكرانيا في ليله ماهيش ماهيش مشكله كبيره بالنسبه لي. آآ الان آآ حضروا البرازيل وحضروا الهند لو تتذكروا الان انه البرازيل والهند من مجموعه البريكس نعم اللي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا نعم البرازيل والهند حضروا مش فقط تحضروا أنهم أيدوا قرارات الأمريكان بمعنى آخر أن البرازيل والهند قاعدين يرسلوا في رسائل ما حبوش يعملوا عقوبات على روسيا ويتعاملوا مع روسيا يتعاملوا مع الصين ولما لما هذا الجي 7 نتاع السبعة الكبار يتلموا البرازيل والهند يجوا رسالة من البرازيل والهند <applause> سامحني على المقاطعه انا عارف انك تحب تسترسل لكن هذا في البريكس يعني ما فماش بروتوكول مثلا يمنع مثلا انه هذه اعضاء الدول هذه تمنع انها تتحالف مع اي دول اخرى قد تضر بعظم من اعضاء البريكس مثلا انا سؤال يعني اي ما هو اللي مش فاهمينه الناس البريكس ماهيش منظمه فيش منظمه ما هيش منظمه مثل جامعه الدول العربيه ما منظمه او الاتحاد الاوروبي او, الاتحاد ما هيش منظمه ما هيش منظمه اسمها البريكس مثل... أو... هو مجموعه يلتقي ويتشاوروا ويتبادلوا المصالح بيناتهم حتى واحد ما ملزم للاخر بل ان بل ان الخلافات ما بين الهند م. والصين اكثر من الخلافات ما بين الهند واليابان مثلا يعني المختلف عليه المساحه المختلف عليها ما بين الهند مساحه الارض المختلفة عليها ما بين الهند والصين اكبر من تونس مرتين، اكبر من الدوله التونسيه مرتين، كل واحد يقول هذه متاعي أيه. وخاضوا عليها ثلاثه اربع حروب و... والان معسكره جدا لكن م. كشأن كل العقلاء يقول لك باهي نحن في القضية هذه مش متفاهمين لكن في قضايا أخرى متفاهمين خلينا نتعاونوا في الحاجات اللي متفاهمين فيها هما يعملوا كيف. أصلا كما بينت لكم المرة اللي فاتت وموضوع بحيرة بايكال في في روسيا والصين يعني هما تحالف الضرورة بينهما تحالفين يعني ضرورة يعني لأنهم في مواجهة في مواجهة التحدي والغطرسه الامريكيه حسب تصورهم مره اخرى. ف باش تفهم انه هذه الناس اللي يحكيوا في تونس ونحن تونس باش تمشي للبريكس وكذا ما ما معناها الناس كما يقولوا فيها يغمس خارج الصحن يعني ما مش فاهمين من حد شيء. ف هذه راهو ديما علاش نقول الموضوع هذا هو انه اساسا أنه لازم نفهم أن راهي تأثر مباشرة على حياتك اليومية. مثل ما تؤثر سلباً، هي راهي ممكن تأثر إيجاباً. إيش معناها تأثر إيجاباً؟ يعني أنت ممكن تستفيد منها، تجد فرصة. تجد فرصة في اللي في اللي صاير. ممكن موضوع الكورونا وموضوع الحرب الأوكرانية الناس خاصة الاوروبيين، بداوا يفهموا اني انا نصنع في الصين ونصنع في تايلاند ونصنع في فيتنام بعيد برشا، لو لو نلقى بقعه قريب لنصنع فيها خير، اللي هي مثلا تونس، لان احنا خطوتين، تونس والمغرب والجزائر ومصر وليبيا، احنا قراب جدا من اوروبا، يعني نستطيع بدون مضايق، بدون ما تمر على مناطق كثيره، يعني الكميونه تعباها في تونس تصبح في في فرنسا، مش مشكله. بالبط وتوصلها توصلها بسرعه لو نحن عندنا استراتيجيه نفهم العالم ونمشي شنو المشاكل اللي تواجهها الدول ونحن نتقدموا بحلول آه، انا ممكن الان نصبح الدوله المصنعه الاولى لاوروبا آه، بلاتفورم يعني بلاتفورم للصناعات الكبرى الاسيويه مثلا اي يعني انا ممكن نكون أن بديل على الصناعات اللي تصنعوا فيها في علاش علاش الايفون ال 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 يتصنع في الصين والان يحبوا يمشوا للهند نجم نقولوا احنا عندنا عندنا التكنولوجيا عندنا الشباب عندنا المهندسين عندنا كذا ونفتحوا الباب انه يجوا يصنعوا عندنا لان هم يبحثوا على مكان امن ورخيص والى اخره الى اخره للاسف نحن ما نش ماشيين في المسار هذاك آه هذا موضوع آه موضوع اخر نعم الموضوع آه الثاني أيه. اللي هو في اطار آه العركه هذه كل الروس يحبوا يفرضوا انه آه عالم متعدد الاقطاب يقول لك نحن ما ثماش هذا عالم تقوده دوله واحده. لو تشوف الان الاوروبيين والدول الصناعيه الكبرى بما فيها اليابان وبما فيها كوريا الجنوبيه واستراليا ونيوزيلندا والمصنعين كلهم كلهم تقود فيهم امريكا. ثماش واحد عنده سياسه هكا من وقت الى وقت الفرنسيس ينتفض ويهز وينفذ كما ماكرون المره اللي فاتت يتكلم ولكن في الاخر يدخل بيت الطعم عنده عنده وين يمشي ما في الاخر تقود آه الروس الروس انه هذا بوتين بوتين عنده آه عنده أفكار دينية بوتين عنده أفكار تشبه إلى التصوف بوتين يرى أن روسيا هي قدر التاريخ وأن روسيا هذه هبة الرب وأنه هو موكل من عند ربي وبالتالي ما مش مستعد يخلي روسيا تتهان ويريد يرجع روسيا عظمى كما كانت من قبل الطموح نتاعو وين باش يمشي باش يمشي انه يحب يلم الاتحاد السوفيتي، لو عندك انت الخريطه العالميه تشوف الدول الاتحاد السوفيتي السابق، راهو المخطط هاني يعني كما قلت المخطط نتاع الامريكان انه يغرقوا الروس ويطولوهم في الحرب اقصى ما يمكن باش يحاصروا باش يحاصروا الصين، مخطط الروس اللي هو مخطط بوتين انه يحب يسترجع دول الاتحاد السوفيتي السابق لو تكبر غادي لو تبقى غادي وتكبر شوي كبر شوي طلع لفوق شوي وكبر نعم هذا هو كان كبر اكثر تنكمش اكثر سابحث م. عن خريطه يعني فيها لا, لا. كويس،, كويس انت أنت هكذا،, انت هكذا انت هكذا جيد شوف م. وين عندك الكرسير هذاك وين الكاسر نعم كازاخستان واوزبكستان وتركمانستان كازاخستان نعم كازاخستان كان جزء من الاتحاد السوفيتي تاع لوطا عندك هذيك شنو اوزبكستان اوزبكستان وتركمانستان ومن الجهه الاخرى قيرغيزستان وطاجيكستان نعم طاجيكستان وقيرغيزستان نعم يعني هذوما خمسه جمهوريات سوفيتيه لو تقطع البحر ايوه عندك الان هذيك اذربيجان نعم وبجنبها ارمينيا وبجنبها جورجيا ارمينيا نعم. جورجيا واذربيجان هذه هي جمهوريه الاتحاد السوفيتي السابق اللي من الناحيه الـ يعني الـ الاسيويه الاوروبيه من ناحيه نعم. بين الحدود بين اسيا واوروبا الطموح نتاع نعم. نتاع بوتين انه يسترجع الدول هذه وها نقول لكم أراه حاجه شفت لو كمل مع اوكرانيا مباشرة أيه. يبلع بيلاروسيا، وبعد بيلاروسيا يبلع مولدوفا، هذيك مولدوفا يبلع مولدوفا، وبعد يرجع ل... وبعد يرجع للجهة الأخرى مباشرة ياخذ ياخذ كازاخستان. هذايا ال... البرنامج نتاعو والمخطط نتاعو انه يرجع العظمة نتاع الإمبراطورية الروسية ويرجع العظمة نتاع ال... الاتحاد السوفيتي، هذا هو برنامجه. برنامج الأمريكان أنهم يجرجروه في الحروب إلى أقصى ما يمكن وتطوال الحرب. أنا لكن لا. سمحني دكتور محمد علي حراث لكن بيلاروسيا وكازاخستان في حد ذاتهم هما ل للسياسة الروسية يعني ما عبارة تقريبا يعني تقريبا ولايات وليست يعني دول مستقلة بمعنى الاستقلال التام لا هي الآن دولة مستقلة يعني لكن مستقلة السياسة ما حتتبع السياسة الروسية لا ما حاجته هو الآن آه. آه أنك تابع ما يكفيش لازمنا نرجع دولة واحدة يعني واقع. الرجوع الرجوع أنها تصير دوله واحده بمعنى لم ممتلكات يقول لك نحن هذه الدول ضاعت منا في في لحظه ضعف كنا ضعاف استغلوا ضعفنا وضاعت منا الدول هذه انا الاوان ان نسترجع الدول هذه انا الاوان ان نسترجع هذا هو هذه الفكره السائده اللي في راس بوتين يعني انت عندك زوز برامج زوز استراتيجيات متضاربه وكل استراتيجيه تتطلب مده طويله نعم. يعني برنامج بوتين يتطلب مدة طويلة مش مش حقه في ليلة ونهار وبرنامج الأمريكان أنه تطوال الحرب أقصى ما يمكن وهذا هو اللي ب... وهذا هو أنا يعني لو لو وصلت الحرب هذه خمسة وستة سنين ما نستغربش حرب حرب أوكرانية إلا تصير حاجة عالمية أخرى توقف الحرب لأنه بوتين ما نجمش يتراجع والأمريكان ما يحبوش يتراجع خ... خمسة ستة سنوات يعني روسيا قادرة تصمد وتدفع هذه المليارات و... وتكاليف الحرب وتكاليف البشرية أيضاً خمس سنوات ست سنوات ما عندهاش حل يعني ما عادش عندها حل اخر هو 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 لو لولا وجود الامريكان أهل. الاوكرانيين كانوا مستعدين يسلموا فاك المناطق هذيك يسلموا فيها ويبقوا دوله مستقله ويواصلوا حياتهم لكن الامريكان الى حد الساعه يقولوا لهم لا والامريكان صفهم برشا يعني امريكا وحدها قبل قبل طائرات الاف 16 هذوما وصلت عطات الاوكرانيا 170 مليار دولار وشوي مش, مش مبلغ بسيط في عام راه تحكي في راه المبلغ هذا في عام انا لا استبعد انه الدول الغربيه ممكن توصل تنفق على الحرب تريليون لا استبعد, تريليون. أنه لا, أستبعد. يعني لا استبعد يعني اربع اضعاف ما تم انفاقه الى حد الان نعم نعم لانه الان قبل انت الاسلحه كانوا يعطوا فيها رخيصه نسبيا يعني م. يعني تعطي في صاروخ يعني. صاروخ محمول على الكتف و... ومدفع وكذا تعطي فيه، لكن الان انتقلنا الان ولينا نعطوا في الدبابات المتقدمه جدا الابرامز والدب... والليوبارد والتشالنجر، تشالنجر الانجليزيه والليوبارد الالمانيه وال... وال... والابرامز ال... الامريكيه، بدينا نعطوا في الاسلحه بداوا يعطيو في الاسلحه الكبيره يعني الغاليه نعم لكن أنا... سامحني دكتور مرة أخرى لكن علاش الاف 16 علاش مش الاف 22 أو الاف 35 الاف 16 هي أكثر يعني أقل تقدما من هذه الطائرات الحديثة أنت تحب تدعمه من ناحية الطيران إذا تدعو طائرات نجم تزاح مثلا السخوي 47 أه وربع... أه نعم هي رو الأرقام ما يعنيش أنه واحدة خير من واحدة يعني F22 و F35 مانيش انه F35 خير من F22 وما أنا خير من F16 هما هذوما الطائرات كل وحده عندها خسار. ميزة معينه الميزه نتاع الاف F16 انها تمشي حوالي 850 و 50 كيلومتر تطير بدون حاجه الى الوقود وتقصف وترجع وتقصف جو أرض بمعنى هي تبدأ في الجو وتقصف حاجة في الأرض ولكن أيضا تقصف جو جو بمعنى ممكن تضرب طيارة أخرى نعم وتكتشف وعندها رادارها تكتشف الطيارات اللي من حولها اللي تحتها واللي فوقها واللي من حولها وتستطيع تهرب منها ولكن تستطيع تضربها فهي طائرة قتال تكتيكي بمعنى أنك تدخل تضرب بها وتخرج كل طيارة عندها عندها ميزات يعنيش ال... كي تصنعت الاف 22 معناها الاف 22 اللي... الاف الاف 16 ما عادش صالحه. نعم. فهذا نعم. هذا قليل الجيوش اللي عندها اف 16 يعني ماشي. نعم بعض بعض الجيوش وحتى الدكتور مهاتير محمد تكلم على انه حتى الطائرات التي تم بيعها لبعض الدول ما يعني الخصائص ليست ككراس شروط يعني نقصت في بعض الخصائص الولايات المتحده الامريكيه. نعم. كما قلت لك معناها الطياره يعني يعني انت 10 طيارات ولا 11 طياره فقط ممكن يوصلوا يمكن يوصلوا مليار دولار ولا ولا شيء في ال 10 طيارات بالنسبه للجيوش وانت الان علاش هما هم مجتمعين الدول الصناعيه الكبرى الدول الكبيره قاعده قاعده تعطي مجتمعين روسيا وحدها تنفق يعني الصين الصين ما هيش تعاون في روسيا. الصين في روسيا، الصين تشتري من عند روسيا في النفط بالرخيص. مهم. يعني الصين مستفيده من الحرب. والحاجات اللي كانت تستورد فيها روسيا من الدول الاوروبيه ولتستورد تستورد فيها من الصين، يعني اكبر مستفيد هي هي الصين. فيه. بينما الدول الاوروبيه هذه عندها ميزانيات وقاعده تنفق. الحاجه الاخرى اللي قاعدين يعملوا فيها انه الجيش البولندي بولونيا. نعم. بولونيا عندها طموحات أن تأخذ أراضي من روسيا وأراضي من أوكرانيا الآن الجيش البولندي وصل ل ألف عنصر 300 ألف عنصر نعم يعني, <applause> يعني قاعدين يقويوا في الجيش نتاعهم نعم أكبر... عدد كبير هو مقارنة بالدولة يعني لا ده عدد خيالي خرافي <applause> عدد خرافي هم يحبوا يوصلوا بهم مازال ما وصلش 300 ألف لكن هذا البرنامج وبرنامج تسليح و... وإنفاق وبولونيا ماشيه مع الامريكان لأس... بابعد الحدود لانه ثم يعني. معارك تاريخيه لم تحسم بعد ثم تاريخ التاريخ مهم مهم بالنسبه له ف بالنسبه لي الحرب ستطول مره اخرى نرجع لانه يعني. كما يقول لي واحد يقول لي شنو دائما شنو علاقتها نحن تونس شكلنا والعباد خد... ما قادش أراه عندها علاقه مباشره واذا نحن ما فهمناش الجيوبوليتيك يعني اللي قاعد يحصل ح.. حوالينا راك مش تفهم اللي يصير آه في الداخل. والان هذا علاش الان الصراع بدا يكثر في آه في افريقيا. يعني قبل الصين كانت تدور وحدها. يقول قائل علاش الاتراك الان الاتراك دخلوا الى افريقيا وخذوا آه ما يقارب تقريبا باكثر عقود باكثر من 70 مليار دولار الشركات التركيه اخذتها في افريقيا. لأن الامريكان شجعوا الاتراك انهم يدخلوا الى افريقيا لانه ماذا بهم ما تبقاش الشركات الصينيه وحدها تخدم الدول الصناعيه الكبرى الان تشجع مواطنيها امشي استثمر وتاجر واعمل مع افريقيا علاش؟ لانهم القارة واحد تغافلوا على افريقيا يشكون اللي جاها افريقيا جتها الصين وجتها روسيا وهذا علاش الامريكان غضبانين على الفرنسيس لانه برشا مناطق كانوا عاطينها للفرنسيس مقاطعه يحكموا فيها ولكن ضاعت من يد الفرنسيس كيما مالي وكيما غانا وكيما النيجر وهاي تشاد في الطريق وافريقيا الوسطى هذه كلها راحت بسبب ايش؟ بسبب انه فرنسا ما عرفتش تخدم عرفتش تخدم غادي فملأت روسيا عن طريق فاجنر ملأت الفراغ صراع كبير غادي نعم مرة أخرى نقول لو كان عندنا نحن استراتيجيه سياسه وعندنا وعنا ناس تقعد وتفكر وتبرمج شنو مصلحتنا نحن التوانسه وين ممكن ندبر رؤوسنا وين ممكن نحصلوا حاجه والله انا أكد لك في عوض نبقاو نشحت واعطونا 1.9 مليار دولار باش ناكلوا بهم ونخلصوا الشهر وكذا لو كان طرحنا رواحنا انه نحن الشركات ادعموا الشركات نتاعنا باش تمشي تستثمر في افريقيا ونعملوا شراكات بين شركات غربيه ويابانيه وكوريه ونحن نعرف افريقيا خير ونحن افارقه ونتكلموا الفرنساوية ونتكلموا الانجليزيه راك شفت كيفاش ممكن نتعمقوا في في افريقيا وما يبقى حتى بطال في تونس يعني يكون عندنا تواجد جيشنا هذا اللي هاز الدبابه مسكر بها البرلمان البرلمان راه المفروض جيشنا منتشر في افريقيا لو عندنا قوات موجوده في افريقيا علاش روسيا بعث عصابه نتاع احنا رانا موجودين موجودين معليش نخدموا مع اليابان شنو المشكل اليابان بعيده ولكن تحب تعمل مصالح نخدموا مع كوريا الجنوبيه نخدموا مع استراليا نخدموا مع فرنسا نخدموا مع نخدموا مصالحنا كل دوله تخدم مصالح شوف هم السبعه كبار ويخدموا مع بعضهم يعني يعني بريطانيا مع فرنسا مع المانيا مع ايطاليا سامحني دكتور هو لهنا هاو هنا لماذا نتحدث عن الوضع العالمي لماذا الحكومات اللي قبل الانقلاب ايضا ما توجهوش التوجه هذا يعني تو عندنا مشاكل اقتصاديه وياخذوا في القرض من قرض تو قيس عيد متفاهمين انه عنده اه ارتباطات خارجيه وذهب الى الشرق وذهب الى ايران وشفنا في القمه العربيه يعني الحفاوه اللي يتحدث بها مع بشر الاسد وما الى ذلك لكن السؤال الغريب واللي يطرح نفسه الحكومات اللي كانت قبل الـ الـ الانقلاب اين اينها هي من كل هذا وتحدثنا في الحلقه الفارطه على يعني حكومه حبيب الصيد يعني كيف لم تعر اي اهتمام لزياره مهاتير محمد او المسؤولين الماليزيين الى تونس الحقيقه ما كانش عن كان الحكومات حكومه جي حكومه تمشي حكومه تجي حكومه تمشي. انا مره تكلمنا مع والي في في مشروع قلت له تقريب تقريبا باش نعملوا المشروع ممكن يخدم 150 واحد فرح وقتاش؟ قلت له ممكن ياخذ عامين باش نعملوا ايه, ايه قال انا ممكن ست شهور ما نبقاش هنا. هي يا اخي مربوطه به هو ما هو للولايه. ما هو هذا يعني هو شوف انت لازم تعمل استراتيجيه دوله بمعنى أجهزة الدولة أجهزة الدولة الجيش والأمن ورجال الأعمال يكون عندنا دماغ دماغ تخطيط يعني تكون عندنا لجنة تخطط لمصالح تونس الاستراتيجية الحاجات التي لا يجوز أن نختلف عليها يعني نحن مثلا عندنا توجه يكون عندنا تواجد قوي في إفريقيا هذا ما يلزمش نختلفوا فيه مشا وزير جا وزير مشا رئيس جا رئيس هذا حاجات ما تتمسش شوف لا. انت الكبار هذوما متفاهمين على مصالحهم، شوف قديش من رئيس امريكي، شوف قديش من ملك، شوف قديش من رئيس حكومه في فرنسا وفي المانيا ومشا وجا، ولكن الاستراتيجيه متفاهمين فيها، دائما مواصلين على نفس على نفس الاتفاق، فروض نحن عندنا حاجه كما كان. هذا اللي عملته تركيا وعملوا وعملوا اردوغان، عمل لما حبت الاتراك حبوا يدخلوا في افريقيا عملوا لجنه سموها تاع مصالح تركيا في افريقيا. وبدت تحدد، شنو دخلت في هذه؟ دخلت فيها الخطوط التركيه ولات تعمل في رحلات الى افريقيا. دخلت فيها وزاره خارجية مشتت تحل في السفارات، يعني انا تو عندي سفاره، نحن تونس عندنا سفاره في البحرين. ايش نزمروا بسفاره في البحرين؟ بينما ما عندناش سفاره في ماليزيا. عناش نحن تونس ما عندناش سفاره في ماليزيا، وعنا سفاره في البحرين. مع احترام الإخواتنا في البحرين وكل شيء يا اخواننا وكل شيء، لكن ايش نعملوا بها؟ يعني ما... ما... من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه ما منفعه كبيره كما ماليزيا مثلا. ما فهم حتى شيء. اش باش تصدر لنا البحرين واش باش نصدروا البحرين؟ بينما بلدان كبرى مثل الكونغو الديمقراطيه مثل نيجيريا مثل كذا لازم يكون عندنا فيها وجود كبير انت تعرف راهو في في راهو في الخارجيه نتاعنا. اه. في 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 بريطانيا عندنا اربعه دبلوماسيين اربعه اربعه انفار شو باش نعملوا الاربعه اشخاص وما عندهم حتى ميزانيه. ما عندهم حتى ميزانيه. حتى حتى في اليابان نفس الشيء يا دكتور يعني السفاره التونسيه ما عندهاش حتى موارد. و... والبقيه تجدهم بوليسيه. بوليسيه باش يتبعوا المعارضين. والمعارضين فالسين. معناها معناها شيء ماساوي، شيء ماساوي. للاسف جت الثوره لم نستفد من الثوره. ما استفدناش من الثوره، الشعب ما شافش انه حاجه اتعملت. بقى التفكير نتاع نتاع كل يوم ويوم. بقينا في تفكير نتاع يوم ويوم كل واحد يفكر في غدوه شنو يصير اما انه تبنى استراتيجيه ما ثماش شوف الاتراك صحيح اردوغان راه عمل برشا حوايج وواحد الاخوه سال على الاسلحه التركيه باش نكونوا باش نكونوا موضوعيين الاتراك بداوا في موضوع التسليح عام 74 عام 74 لما صار الانقلاب في قبرص الجيش التركي تدخل وضمن اخذ ثلث الثلث نتاع نتاع قبرص وعملها مكان امن للقبارصة الاتراك وعملوا دوله فيها والجيش التركي مازال موجود من ذلك اليوم الى الان موجود غادي لما الامريكان عاقبوا الاتراك والاوروبيين عاقبوا الاتراك قصوا عليهم برشا سلاح من وقتها من وقتها الاتراك بداوا يفكروا في صناعه الاسلحه لكن ما مشتش اعطاه دفعه كبيره للمشروع هو اردوغان وهذا هو في الحمله الانتخابيه نتاعه جاب حمل طائرات حتى وبدا الناس تزور فيها جاب لهم الطائرات النفاثه التركيه المقاتله اللي هي مقاربه من الاف 16 ومن الاف 35 جاب لهم الطائرات المسيره جاب لهم كل شيء يعني جاب لهم حتى حتى والدبابه التركيه اللي مصنفه يعني تقريبا مرتبه خامسه او رابعه عالميا نعم يعني يعني جبل هذا هذا الكل هذا نحن في تونس للاسف ولا أريد حزب الاحزاب او جهه من الجهات قعدت وبدأت تفكر انا حكيت راه حكيت مع وزراء حكيت حتى مع بعض الرؤساء السابقين حكيت مع مسؤولي احزاب ورؤساء احزاب مشكلته في الانتخابات الجايه مشكلته هاو واحد قال عليه كلمه في الفيسبوك مشكلته كيفاش يرد على فلان او تلقى الحزب فيه صراع من داخل كليك هذا يحب يضرب الكليك هذا. ما عندناش حاجه تو عاد ختمه يا بن عروس تو جانا <applause> واحد ما يفرقش ما بين الواو والحطبه نتاع الطبال مدوره هي ما يفرقش بيناتهم فهمت هذا هو اللي, اللي قال لك ما نفرقش بين المليون والمليار والمليار الاقتصاد ويحب وحب يقود دوله باقتصادها ويقودها وحده ما يناقشوا حتى واحد فيها هذا سامحني دكتور لانه سؤال مش سؤال هو يعني تعليق وانا بصراحه يعني الانسان كي يبدا يلوج على الاعذار للفشل مشكله والله لازمنا نمر من هذيك ونبدأ نقيمه في انفسنا ونشوفوا كيف لا نقع تحت لانه العدو دائما سيضع لك العراقيل ولن يفرش لك الطريق بالورود قالك يا صديق اتحاد التخريب لا يريدون حكومه النهضه ان تنجح وهذا اللي اللي صار قبل اللقاء <applause> انه وطبعا <وتمع تصفيق> كما في العجله دكتور هي انا هو كيحط لي عصا في العجل انا نفيق اللي ثم عصا في العجل شو نعمل؟ نشدك العصا وكسرها سهله يعني او نعمل عجله كي تحط لها عصا ما تتاثرش فيه يعني هي الحاجه ام الاختراع انت كل ما تعترضك كل ما تعترضك مشكله تجد لها حل مش تستعملها كمبرر يعني اللي يلوم في الاتحاد ولا يلوم في اليسار ولا يلوم في المعارضه ولا كمن يلوم الجاذبيه على السقوط على سقوط، عندما يسقط تقول والله الجاذبيه سقطتني صحيح؟ لو كان جينا في عالم ما فيش جاذبيه ما تطيحش صحيح لكن ما الجاذبيه موجوده تطيح لكن هل نلوم الجاذبيه عندما نسقط؟ طبعا هذا من الخبال ايش معناها معارضه؟ طبعا معارضه باش تحط لك عصا في العجل شدك العصا وكسرها ولا اعمل ماكينه ما تتاثرش بالعصا حط العصا للصباح ما تعمل حتى شيء فهمت؟ فهذا م -م. نحن راهو يزم تكون آه الموت نتاعك اللي حرك المحرك نتاعك هو انك تجد حلول راهو السياسي مش اللي يلوم مش اللي لوج على اعذار راهو اللي يعمل حلول يا اخي اردوغان يا اخي حطوا له عصاف العجله خرجوا له دبابات وطيارات مش عصاف العجله خرجوا له دبابات وطيارات تقصف تقصف طيب. من فوق ومدافع تقصف من لوط شنو عمل؟ خرج لهم وواجههم في لحظه ممكن كان يموت يعني هو في اللحظه التاريخيه هذيك عرض نفسه للقتل. وهو كان محضر، سامحني دكتور، هذه لازم نوضحها للساده المشاهدين، وانت عندك عليها معلومات مهمه جدا، وتحدثنا عليها في حلقات فارطه، هو كان محضر جهاز مخابرات تابعه أو استعدادا لمثل هذا الطرق يعني الناس اللي تقول انه الشعب التركي هو اللي اسقط الانقلاب صحيح الشعب التركي اسقط الانقلاب لكن الجهاز اللي جهاز المخابرات التابع للرئاسه لرئاسه الجمهوريه هو اللي ايضا كان فاعل جدا وقام بقتل او اغتيال قاده الانقلاب هو 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 كلها مع بعضها مع بعض. شديت الحكم 10 سنوات أيه. انت مسكت الحكم الشعب فوضك او على الاقل الشعب فوضك عشر سنوات عشر سنوات يجي بعد العشر سنوات يجي واحد حشاكم شلاكه كما هذا يفك من يدك كل شيء ويحشيكم في الحبس وبعد نرجع للمنواحة ويا حسين ونبدو نخبطه ونحن صمدنا في الحبس أنا يعني صمدنا في الحبس الرجال ما تمشيش للحبس يعني أقبل ما أقبل ما أنا قبل ما قبل ما تقول لي أنا صمدت في الحبس شنو وصلك للحبس هو سوء التدبير إيش بيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجن يعني ناقص يعني ما نضلش لا جر السيف يعني وقف عرف متى يستعمل القوة ومتى يستعمل السماح أنت مع الناس يعني أقل واحد يخرج يحطك أعصاب العجلة أقل واحد يكسر لك البرنامج هذه مشكلة كبيرة شنو أنت عملت من من أعمال تعرف اللي أنت أردوغان تو ال ال شو اسمه الزلزال وقتاش صار؟ تقريبا شهر قبل شهر رمح. فبراير على ما اتذكر في فيفري يعني. يعني فيفري نعم مارس ابريل ثلاث شهور ثلاث نعم. شهور من اللي صار الزلزال صح ثلاث شهور من اللي صار الزلزال تعرف اللي هو في نهار العيد اللي فات اللي تعدى سلم الديار. ديار ديار جهزته وتبنته وكذا وسلم المفاتح للناس اليوم 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 في اكثر من منطقه سلم المحلات تجارية بناء التجار لأي واحد كان عنده متجر وكان عنده ورشة وكان عنده محل وكان عنده ريستوران وكان عنده قهوة الكل بنا مجمعات تجارية فهش هالشهر ونص والآن سلمهم المفتاح وأفضل من محلاتهم اللي كانوا باش يرجعوا النشاط لأنك أنت إذا مدينة فيها فيها مثلا ألف مسكن ممكن فيها عشرين حانوت ثلاثين حانوت دونك بنيان الحوانت أسرع الناس كلها ولات تتمس ولات يقول لك نحن ما ينقذنا من حالتنا الا الرجل هذا وهذاك هو اللي علاش الناس معه ولكن في لحظات في لحظات المواجهه ايضا القائد يعطي يكون شجاع احنا بصراحه لا الجيش ولا البوليس انقلب علينا لما في المواجهه مع هذاك مش عارف اللي يسموه مؤتمر شو اسمه هذاك اعتصام الصمود او الرحيل او كذا يعني كان نجم يجيب البوليسية ويشتتهم كل واحد يبقى يبعثوا لدارو والبوليسية كانوا مستعدين وجاء اعتصام الرحيل اعتصام الرحيل نتاع 2013 نعم 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 ايش نو صار نحن كعملوا اعتصام الرحيل يسلمهم لكم سلموهم قالوا هاك انتم محكم وحطوا شرط انه ما يدخل للحكومه الا واحد ما عندوش نشاط سياسي سابق بمعنى أن واحد ما عارضش بن علي توا انت ثوره وشعب ثار معناه كل واحد ناضل او ثار يتعاقب انه ما يقربش الحكومة من 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 هذا اليوم يعني يعني فضيحه يا ذي مهمه جدا الدكتور يعني هما عملوا علينا ما يسمى بالتحسين او عز عملوا علينا تحسين الثوره المضاده واحنا تحسين الثوره ما مشيناش فيه للاسف يا اخي انا قدمت لهم اقتراح قلت لهم راو كلمه العفو التشريع العام راي كلمة مهينة لكل واحد ناظر اش معناها تعفو عليا اش معناها سي فؤاد المبزع يخرج قرار انه يعفو عليه واش يقول يقول الجريمة ذات الطابع السياسي انت سي فلان الفلاني وقد ارتكبت جريمة ذات طابع سياسي سند كذا كذا فمن حقك ان تستفيد بالعفو التشريعي وكي عملوا هذوكم اللي عذبوا وضربوا وسرقوا ونهبوا شنو عملوا لهم؟ عملوا قانون اسمه المصالحه الوطنيه يعني هما وطنيين وباش يتصالحوا مع الدوله هما وطنيين أكل اللي سرقوا وعذبوا وقتلوا وعمل لهم قانون المصالحة الوطنية المناضلين من من يوم الاستقلال لليوم اليوسفيين والنقابيين والاسلاميين واليسار وكل سميناهم هذوكم ناس ارتكبوا جرائم سياسيه واصدر في حقهم العفو التشريع العام والتهم والمسخره اه هذوكم جماعه العفو التشريع العام معناها ما ما قانون الكرامه ما حطوش قانون المناضلين ما حطوش راي التسميه عندها دور يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني اللفظة عندها دور. فللأسف يعني ما ما صارش. نعم. بارك الله فيك دكتور على التوضيح وكما يشاهدون الساده المشاهد الساده المتابعين انه الامور الدوليه والعالميه مرتبطه ارتباط مباشر بالامور الداخليه انتقلنا يعني من الجي سيت من الجي من قمة قمة السبعه الى الحرب الاوكرانيه الروسيه الى الوضع التونسي. سنعود الى الوضع العالمي او الوضع العربي باقل باكثر تحديد. القمه العربيه الاخيره دكتور محمد علي حراث وعوده المجرم بشار اليها. انت كيف قرات هذا المشهد؟ ولو تعطينا لمحه على هذه الجامعه العربيه يعني هل انا صورة اللي استفزتني يعني كثيرا انه السيسي وبشار وقيس عيد موجودين تقريبا في فرد في نفس الصوره وكاني رساله مبطنه للشعوب انه ثورات الذين اللي قمت بها في 2011 الان تم طمسها وانتهى ونطوي الصفحه وكانه لم يحدث شيء وانتصرت الثورات المضاده وتلك الدماء وتلك التضحيات كل تلك الاحلام بوطن يعني لا يوجد فيه استبداد ولا يوجد فيه ظلم آآ وطن فيه حريات وكرامه للمواطن كلها نودعها هو طبعا انا بالنسبه لي حلقه من حلقات التمدد الايراني في الجسم العربي بشار الاسد قبل ما يجي للقمه العربيه الرئيس الايراني جاء لدمشق وزار السيده زينب مقام ينسبوه للسيده زينب هو ما له ما له اي علاقه يعني عاملين ضريحه غادي وقال شنو السيده زينب مدفون هنا لا علاقه لها واستقبل استقبال كبير من طرف الشيعة والشيعة والعلويين والمكريين والعراقيين واليمنيين الموجودين هناك في في تلك المنطقة. وبعدها يمشي بشار إلى يمشي إلى إلى العراق، سوري يمشي إلى السعودية في حضور القمة العربية هذا دليل شنو؟ للأسف أيضا أنا ما نقولش جلد الذات لكن لازم نذكره الناس الثورات العربية لما قامت صار جانا الفكر التكفيري ولهذا أنا ديما نحذر منه الفكر التكفيري اللي حول ثورة شعب ضد نظام ديكتاتوري إلى قضية إرهاب وهذاك علاش راني ديما نقول يا شباب ردوا بالكم تنجروا لأنه نحن إلى حد الساعة قيس سعيد والنظام تاعه محاصرينه في تركينا أنه أنه انقلاب وأنه نظام ظالم وأنه كذا وهو ميت ومستميت والآن تفتح أمامه التجربة السورية والتجربة الإيرانية أنه يحولوا إلى إرهاب هذايا راهو المخطط مازال قائم راهو يحب يحول المعركة مع معارضيه ارهاب هو قاعد يتهم فيهم بالارهاب لكن ما قاش اعمال ملموسه اعمال ملموسه وهم راهو حبوا راهو في الاول هذيك العمليه اللي صارت في اللي صارت في جربه انه حبوا يقاش نواج مع الاسلاميين هم اللي عملوها وكذا لكن الاسرائيليين قالوا له معناها تسكت وتضم فمك ما ما تعملش لنا الالعاب نتاعك هذا بوليس من البوليسيه نتاعك وجيب الصحيح مع الاسرائيليين هم اللي اللي ضغطوا عليه، قالوا له اعطينا الصحيح اولادنا شكون قتلهم؟ وعلاش وعلاش جرى فيهم هكاك؟ نعم تفضل. نعم دكتور الاسرائيليين متاكد من المعلومه يعني الاسرائيليين هم اللي ضغطوا قالوا ما تستثمرش يعني في في العمليه اللي صارت في الغريبه؟ شوف عندي خمسه ولا سته سنين نكتب يجيب لي واحد مره نقول معلومه غالطه. لا انا ما قصدتش غلطه يعني كلام خطير يعني. يعني المعلومات اللي نقولها ديما متاكد منها راهو التواصل ما بين المنظومه نتاع قيس سعيد والاسرائيليين تواصل مستمر تواصل وتعاون ما بين منظومه قيس سعيد علاش باهي ما كنت تتهم في القضاء وين المقتل الزواري؟ علاش ما يجدوش؟ علاش الملف هذاك ما يحلوش؟ مواطن تونسي تقتل في تونس والاسرائيليين اعترفوا قالوا نحن اللي قتلناه ينور الشعب التونسي هات سيدي الملفات هاي طيب مشت النهضه ومشى الغنوشي ومشت العشريه السوداء اللي انت تسميها سوداء هات افتح لنا الملف كيفاش هذا عملوا؟ افتحوا لنا الملفات كيفاش ابو جهاد تقتل؟ افتحوا لنا الملفات هذيك كيفاش جا وفلان 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 ما يقدرش يفتحها لانه تعاون يومي بينهما تعاون ما بين فئه مربوطة بالقصر مع الإسرائيليين تعاون متواصل هانو الإسرائيليين خرجوا هذاك قاسم سليماني قال شنو نتاع تحرير القدس خرجوا له اللقاءات نتاعو مع الإسرائيليين في التآمر أنه لازم يدمروا العرب خاطر إيران ديما تهدد في إسرائيل وتقتل العرب هذاك اللي قاعد يصير وهكا موجودة في سوريا وموجودة في العراق يضرب كرتوش على أضرب كرتوش على إسرائيل يضربوش لانه لانه نحن عملوا عمليه غسيل دماغ ولينا نتبعه بدون بدون ما نشعر هذا بشار الاسد فرضته اسرائيل لا يتغير ممنوع تغيير نظام بشار الاسد 1947 اكتوبر 1947 بن غوريون اعلن اقامه دوله اسرائيل بعدها بعد الاعلان قال اتمنى اليوم الذي ياتي تحيط فيه بإسرائيل الأقليات في العالم العربي الآن ضمن عنده الأقلية الشيعية الاثنى عشرية في الشمال في في على شمال فلسطين موجودة في الجنوب اللي هو جنوب لبنان في حزب الله اللي هي أقلية اثنى عشرية في المنطقة شيعية اثنى عشرية وقاعدين يخرجوا في المسيحيين والسنة من جنوب لبنان خرجوا فيهم مغادي وكل ايران تشتري ليل نهار في البيوت وفي كل شيء حتى حتى المسيحيين دكتور حتى المسيحيين نعم لانه لانه الاقليه الاقليه اللي هناك اللي حاجتهم بها هي اقليه عندها قوه الشيعة ولذلك حتى واحد ما يقطع ما حتى فلسطيني ما يتجرأ يدخل جنوب لبنان ويضرب اسرائيل من من الشمال ما حتى واحد ما يتجرأ لانه لانه حزب الله يجزروا يقصوا تروف تروف من الجهه الاخرى من الجهه الاخرى عنده الان النظام العلوي الجولان يسكنوا فيه الدروز الدروز يسكنوا في الجولان الجولان من الجهه السوريه ومن الجهه اللي بجنبهم العلويين العلويين والدروز والاسماعيليه الدروز والعلويين والاسماعيليه هم اللي عاملين تحالف ويحكموا في سوريا الحكم في سوريا بايديهم حكم كامل بايديهم فبالنسبة لل... بالنسبة للإسرائيليين خط أحمر سقوط بشار الأسد خط أحمر يجب أن لا يسقط ولذلك ولكن للأسف في نفس الوقت نحن المسلمين والعرب بالغباء متاعنا دي نعطي الفرصة وأكبر مشكلة صارت معنا المصيبة اللي صارت معنا هي ظهور داعش وتدميرها للثورة السورية تدميرها للثورة العراقية تدميرها لصورة الإسلام ككل هذا اللي اللي وحلنا فيه طيب نرجع الآن نخرج من هذا موضوع الجامعة العربية الآن المؤتمر هذا يعني. لقاء القمة العربية أساسا أولا لعودة بشار الأسد أو عودة دولة بشار الأسد إلى الجامعة العربية والحاجة الثانية أن الحوثيين سيعترف بهم يعني انتظروا في الأيام القادمة أن الحوثيين يصيروا يعترف بهم كجهة رسمية في اليمن يعني باش يخرجوا من أنهم متمردين وأنهم ميليشيا وأنهم كذا سيعترف بهم وسيحكمون شمال اليمن وهذه طبعا الخيار الأمريكي في المنطقة هو عدم بروز قوة سنية في المنطقة كيف تضمن عدم بروز قوة سنية تعملها ديما نقاط متاع تمزيق يعني الجزيرة العربية الآن غرسوا فيها في جنوبها غرسوا الحوثيين اللي هي مؤسسه شيعيه وهذه ستقضي على اي وحده للجزيره العربيه ستقضي على اي وحده للجزيره العربيه كما غرسوا اسرائيل كما غرسوا في سوريا دوله العلويين وانت ماشي الاشكال الكبير انه تمزيق العالم العربي يلتقي فيه الروس والامريكان الروس والامريكان كلاهما متفق على أن العالم العربي السني يجب تمزيقه ذلك أمس, وأول أمس أو أول أمس وزير وزير الداخلية بتاع فرنسا فرنسا وهذه أول مرة يدخل في التفاصيل قال الإرهاب الخطر الحقيقة على أوروبا وعلى فرنسا هو الإرهاب الإسلامي السني بدأ بدا يدخل في التفاصيل العقائديه والفرق والطوائف وال... الان الامر واضح الامر واضح راهو اردوغان لولا ربي سبحانه سخر لولا ان ربي سبحانه وتعالى سخر الحرب هذه قدر الله الحرب الاوكرانيه الروسيه الروسيه نعم. اردوغان ممكن مشاكله مشاكله حاجه اخرى ممكن كانت مش تكون عنده مشاكل كبيره جدا نعم دكتور انا سأمر من من القمه العربيه والتصريح بتاع وزير الداخل الداخليه الفرنسي، وهذه مش اول مره فرنسا تستهدف الاسلام بتصريحات مباشره، الاسلام السني خاصه. المده الاخيره في الاعلام وسائل الاعلام الرسميه التونسيه او الاذاعات او هذه المنتشره، هنالك حمله شرسه على الاسلام السياسي بصفه عامه وتحميله يعني تهم خطيره جدا منها الارهاب وشفنا يعني افتراءات واكاذيب كبيره جدا. حديثي معك في الكواليس انت علقت تعليق نحبك يعني تفسر لي لماذا علقت هذا التعليق وكيف ترى هذه الهجمه مع تصريح وزير الداخليه الفرنسي مؤخرا ومع ايضا ما يحصل الان في القمه العربيه. أولا ما نسقطوا في الفخ بهذه أنا نكره هذه كلمة الإسلام السياسي ما الإسلام ثم إسلام واحد إذا ثماش إسلام سياسي وإسلام صوفي وإسلام هندي وإسلام دعوي وإسلام جهادي هذا كله أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما نزل الله بها من هو هذك. هو على الإصطلاح دكتور يعني نقصد يجب, يجب, لعم. يجب لعم. أما كلامك صحيح نحن لعم. نحن يجب أن نرفضه علاش؟ لأنه إذا تنحي السياسة من الإسلام ما عادش إسلام. يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث والآيات هو تخاطبه كقائد لجي قائد جيش تخاطبه كقاضي تخاطبه كرئيس دولة تخاطبه كقائد للمجتمع. آه الخلفاء الراشدين شنو كانوا؟ كانوا حكام، كانوا أربع حكام. كانوا حكام المسلمين. تاريخنا الإسلامي هو شنو؟ لو نقولوش ما هو تاريخ الاسلام الخلافه الخلافه الراشده وبعدها الخلافه الامويه وبعدها الخلافه العباسيه وبعدها الخلافه العثمانيه ومع الدول اللي قامت هنا بنو تميم في, في القيروان والادارسه في المغرب وانت ماشي والى اخره ما هو شنو هذا؟ تاريخ دول هذا هو تاريخنا الاسلامي ما تاريخ اخر احنا لو تنحي لنا السياسه من تاريخنا ما تاريخ لو تنحي لنا السياسه من القران مثلا ما عادش تم, تم قران فهم لانهم جبناء ولانهم يخافوا من رده الفعل نتاع رجل الشارع العادي الانسان البسيط لانه يخافوا من رده الفعل نتاعو ما ينجموش يسبوا الاسلام ولو خلقوا حاجه اسمها الاسلام السياسي يسبوه اما هو راه ما يقصدوش الاسلام السياسي راه هم يقصدوا الاسلام وثم منهم من يتجرأ تو يجيب لك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيب لك آية من القرآن أو يجيب لك حكم شرعي ويستهزأ به ما هو يستهزأ بالإسلام السياسي هذه حرب موجودة لمحو الإسلام وما بدتش اليوم بدت من أول يوم من أول يوم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله بدت الحرب عليه فنحن يلزمنا هذا موضوع أنه هذا إسلام سياسي وإسلام هندي هذا كله نحطه على جنب هؤلاء اللي, اللي قاعدين يهاجموا مرّة هني امامك قدامك النهضه سب النهضه للصباح علاش تسمي اش دخل في الاسلام شنو علاقه النهضه بالاسلام يعني النهضه ماخذه فيها مسجلات في دفتر خان الاسلام وقبلت تولد النهضه كان عندنا اسلام ولا ما كانش عندنا اسلام لا هما 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 معركتهم باه خليك من الاسلام وعلاش عندهم مشكله مع اللغه العربيه عندهم مشكله مع اللغه العربيه يعني ما يحبوش اللغه العربيه تتوجد ولما يحارب اللغة العربية إيه شنو باش تجيب لي بديل عنها؟ يقول لك لا نجيب لك الفرنساوية هاكا موجودة الفرنسوية آه موجودة موجود. هذه مشكلة مشكلة هوية هذو ناس آه لا دين لا ملة لا لغة مذهب غير هذا ما عندهم لا دين لا ملة هذا حتى يغطوا على محاربتهم للدين كدين في 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 قوانين خطوة لنادي بي لنادي بإلغاء الحج شنو نلغوا الحج باش نحافظوا على العمله الصعبه، أنا معاك نلغوا الحج لكن نزيد قول راهو يلزمنا نعطلوا السفر لفرنسا، حتى واحد ما يسافر لفرنسا، حتى واحد ما يسافر لايطاليا، وحتى واحد ما يسافر لل... للسياحه، حتى تونسي ما يخرج وحتى وحتى الدفيز ما يتصرف، حنا نسافروا مره ولا مرتين للعمره والحج، لكن السفر لفرنسا كل يوم، نستمشي تمشي ماشي ماشي جاي. ف... 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 أذي... سمحني دكتور على المقاطعة أذي... منشور جلب انتباهي من الأستاذ أحمد الغيلوفي تأكيد على كلامك أنه هنالك محاربة اللغة العربية نفس الشيء لاحظها الأستاذ أحمد الغلوفي على أسماء البرامج أو المفردات اللي يتم استعمالها في بعض الإذاعات كما فما برنامج اسمه تراك تور تراك تو، تاور يعني وبيست اوف الماتينال الميلوديك شمس بزنس سبورت تايم سانسيت كلوب اكسترا تايمز ستاد ديوان ويكند رفماج ديوان بزنس اوستار ستار داتا فوت نايت كلوب كافي كريم يعني كلها اسماء البرامج كلها كلها اسماء تقريبا يا اما انجليزيه يا اما فرنسيه تاكيدا لكلامك يعني نعم تفضل إيه. يعني ناس، الناس آه، شوف هذه ناس كارهه جلدتها هاكا تشوف تقع واحد نار كل يصبغ في جلده حتى باش يولي يحب يولي ابيض كل قرة فهمت يعرف زنودهم باش يولوا كل قرة مش لانه راه حريه ولا هي هي هي, هي انهزام انهزام داخلي للاسف انه المنظومه التعليميه نتاعنا والمنظومه الثقافيه تبنات على كره الدين وكره اللغه العربيه وكره الهويه يطلعوا اش قدموا العرب اش قدموا كذا تيصل حتى في في العقليه نتاعنا اذا اذا كياس كله حفر ومعمول بالتربه وما فيش حتى طرف سيمان ولا قريفين يسموه كياس عربي واذا مزفت هذاك كياس اخر اما اما كيبدا مخروب يسموه كياس عربي البقره اللي ما تجيبش الحليب اللي تعمل كربوعي حليب هذه بقره عربي واللي بها الحليب لا هذه بقره هولنديه ما ما عندناش ما عندناش في عمليه غسل للدماء وفي وفي عمليه قتل للهويه عندنا عمليه اغتيال كامل للهويه بينما بينما في تركيا في روسيا في دول كثيره اللي قاعده تبني في شخصيه حتى في ايران انا مشيت لايران وشفتهم ايران الخليج العربي يسموه الخليج الفارسي اقترح عليهم القذافي قال لهم نسموه الخليج الاسلامي، هاي، انتم مسلمين ونحن مسلمين، رفضوا. قالوا لازم يكون الفارسي. مع ان حتى الفرس في ايران يشكلوا 40% من السكان. الاغلبيه لغل... من الاقليات الاخرى، عرب وبلوش وكرد و... وطاجيك وانواع واشكال. آه... هذه هذه هي المشكله نتاعنا، المشكله هذو ناس في عوض يقولوا راهو الاسلام خايب وما يصلحش ورأوا, ورأوا القران ما يصلحش. وراو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما يصلحش يخافوا من رد الفعل نتاع الانسان البسيط العادي آه يسب قال شنو انا راني نسب في الاسلام السياسي وتحت هكا اليافطه نتاع نسب في الاسلام السياسي يحط كل مبادئ الاسلام اش دخل النهضه في الحج اش دخل الاسلام السياسي ما يسمونه بالاسلام السياسي في الاضحيه يعني هما اكبر استهلاك اكبر استهلاك لنا لما تجيها الريفيون ويجي هذا نهايه العام وبابانوال والحكايه هذه شفت واحد يحكي عليها تونس اكبر اكبر دوله معناها تنفق على الشراب وجزء كبير منه مشري بالعمله الصعبه من الخارج الخمر نشروه بالعمله الصعبه من الخارج والسواقر نشروها بالعمله الصعبه من الخارج شفتش واحد يطالب يقول ما نستوردوهاش فقط يجول للعملة الصعبة وقتش وقت ايش؟ وقت اللي ثم حج. يجوا، وبرا طوف على مش عارف ايش وما طوفش على الجوان ديار الفقراء، اي طوف على، وقتها يتفكروا الصدقة ويتفكروا كي يبدا واحد ماشي للحج. يعني وهم الباهي فيهم ما ما مي ما ما يتلهاش بأمه. الباهي فيهم ما ينفقش على أمه. يعني أمه تبدا محتاجة ويخليها محتاجة، أمه ما يعطيهاش. ويلوم على واحد آخر. فعلى كل حال نحن ما يزمنش نسقطوا في الفخ هذا انا ننصح الناس اجتنب استعمال حاجه اسمها الاسلام السياسي مش حاجه اسمها الاسلام السياسي ولا اسلام صوفي ولا اسلام زيتوني ولا اسلام اشعري ولا ثم اسلام واحد آه سماكم المسلمين وما عطيش وما وصف ثاني وراه الاسلام هو الاسلام موجود قبل النهضه قبل تولد الغنوشي وقبل تولد النهضه ولكن هما لازم تعرفوا راهم لا حاجتهم لا بالغنوشي ولا بالناظر، راهو حاجتهم بالدين كدين، بورقيبه لما غير مبادئ الاسلام وسخر منه وطلب من الناس باش تفطر في رمضان، الغنوشي مش موجود، لا هو ولا دعوته ولا حد شيء. فيلزمنا ننتبهوا في في المواضيع هذه حتى لا نسقط في الفخ الذي ينصبوه لنا. نعم بارك الله فيك على التوضيح مهم جدا المصطلحات والتسميات مهمة جدا دكتور وصلنا إلى نهاية البرنامج نخلي لك تعليق أنا حبيت مش نتكلم على أزمة الخبز واعتقال الأستاذ راشد الغرنوشي لمدة سنة الآن حسب الحكم الأخير لاستعماله كلمة طاغوت في تأبين لأحد, لأحد مناضلي حركة النهضة أنا نخلي لك المساحة هذه تعليق حر لو تحب تتناول ازمه الخبز لانه 30% تقريبا من من المخابز في الجنوب التونسي اعلنت افلاسها او ستعلن افلاسها والازمه قاعده تنتقل الى العاصمه ماذا ينتظر تونس الى اين سنذهب فضل لك الكلمه الختام دكتور انا سمعت قيس سعيد يتكلم على يجوعون الشعب والاحتكار ومسالك التجويع والتوزيع يا تونس راهو الامر ساهل جدا إحنا ما عادش عندنا فلوس ديفيز باش نشرو بها السميد والقمح نشروه من الخارج، راهو القمح نشرو فيه من الخارج، نحن رانا كما فسرت لكم المرة اللي نستهلكوا 30 مليون قنطار، السنة أنتجنا زوز ملايين، حاجتنا ب 28 مليون قنطار باش ناكلوا المقارونة والخبز إلى آخره، هذه الحكاية، ما عناش باش نشروهم، هكا الأمريكان بعثوا لنا شوية كل والسعوديين مرة بارك الله فيهم خلصوا علينا بطو خلصوا علينا بطو. المشكلة أنه ما عندناش باش نشروا، المشكلة اللي أكبر أنه حتى اللي كنا نشروا فيه ولا أغلى، نشروا من أوكرانيا، نشروا من روسيا، فرنسا ما عادش تحب تبيع، أوروبا ما عادش تحب تبيع، لأنه كانوا يبيعوا لنا نحن شيء وكي يستحقوا يجيبوا من روسيا وأوكرانيا، ما عادش يحبوا. البط اللي باش يجيب لك يقول لك لا يا خويا أنا باش نخرج من البحر الأسود ونتعدى على مضيق الدردنيل ونجيك ونجيب لك، ولا ثم خطر. البحارج البابور يولي واللي يطلب شهريه اكثر لاسيرونس الشركه نتاع الاسيرونس يقول لك خويا ما انا ان ثم خطر ممكن البط والكل يطيح اعطينا اعطيني فلوس اكثر في لاسيرونس ما دام غلت والشيفور غلا والمزوط غلا والبابور غلا القمح حتى لو مازال كما كما قبل سومو مش يوصلنا نحن غالي نحن ما عندناش باش نشروه يا خويا سهله الحكايه ما عندناش باش نشروا القمح لانه ما عندناش باش نشروا القمح المطاحن الكوش ما يوصلاش في القمح كافي هكا مول الكوشه ما تلوموش مول الكوشه يبيع في الخبز المدعم الان عام كامل والدوله ما اعطتوش فلوس وزاره التجاره ما اعطتوش الفلوس نتاع مش يفلس الحليب كيف كيف اجي يولي هذاك الشيء يعمل يعني. يولي يصنع لك المرطبات يصنع لك حاجات اللي ينجم يبيعها من غير دعم ما يستناش الدعم نتاع الدوله الحليبي نفس الشيء يشري الحليب من عند الفلاح يصنع ويتكلف له اكثر من اللي بيعه في السوق لانه من المواد المدعمه الدوله ما تعطيش الدعم شنو يعني يمشي يصنع به يغرض يصنع به جبن لانه الياغورت وجبن غير مدعم وكيبيعوا يبيعوا في السوق الحره ما يعني الحاكم ما نجمش يحدد له السعر نتاعه يبيعوا كما يحب هذا هو هذا هو اللي صار راهو يا توانسه لا لا تجويع ولا توزيع هو كي عامل لي كي كيما مسيلمه الكذاب الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير هو مسالك التوزيع ومسالك التجويع والنصوص واللصوص وعامل لنا هاك الغنيات نتاعو ينوم به لا ينومكم لا حتى شيء راهو الخزينة الخزانة فارغة اللي كانوا يدعموا شكونهم السعوديين السعوديين فاقوا به فاقوا به ماشي مع إيران ويخادع فيهم قالوا له ما نعطوكش أو كان المرة اللي فاتت مشى لهم يقرق بهم جاوا لك البطن نتاع المزود دفعوا له ومرة دفعوا له بطن تاع نتاع قمح الأمريكان أعطوه بعثوا له بطن نتاع قمح الليبيين ماكش الكاميونات اللي, اللي... اللي دخلوا تونس جابوا سكر فرانك ما يعطوهلوش الجزيرية عمال يخدم عندهم يخدم عندهم يخدم عند جنرالات الجزائر عايز سب المغرب يسب المغرب يعطوه شويه فلوس عايز تسب لنا المغرب نعطوك شويه فلوس برا شد فلان يعطوه شويه فلوس يعني حشاك وحشا قدرك يستخدموا فيه الكلب نتاع النباح هذاك هو اللي اللي قاعد صاير بالنسبه للامريكان مع انهم يدعموا انه تونس تولي فيها دولة متشيعة يدعموا ذلك لكن مشكلتهم الآن هم يحبوا يقصقصوا أجنحة روسيا والصين مشكلتهم معاه أنه يعرفوا أنه ميوله روسية صينية ولذلك رأوا لا يهمهم لا في ديمقراطية ولا حقوق إنسان والكل كل كلام فاضي اللي اللي ماشيين فيه هما انه يحاولوا يقصقصوا الاجنحه. المشكله وين؟ أن المعارضة الموجودة مش عارفة تخاطب العالم لتو مركزين على قيس سعيد ونسين العسكر راهو قيس سعيد مجرد بيدق من نجم يعمل حتى شيء من غير الجنرالات المفروض اللي حبي يسميه انقلاب ويعارض الانقلاب لازم ترفع الصور نتاع الجنرال هذوما سبب لخذم نتاعنا هذوما سبب الدمار في في تونس لو كان مجوش هما جابوا دباباتهم دباباتهم اللي الشعب شريناها باش تتحط على الحدود شريناها باش بج... باش بج... باش تمشي تقاوم هالاجرام والارهاب واللي يسموه كل مش تجيبها تسكر بها تسكر بها ل... المقر المجلس وقال شنو انا انا ما يهمنيش في الدستور ان ندافع على الوطن وعليه الدستور والوطن متعاركين مع بعضهم هو مو الدستور تعمل لحمايه الوطن والاخر يقول لك انا الدين والسياسه وعليه الدين الدين اللي ماشي مسخ السياسه ديما هال ولا يقول لك الكرامه والخبز علاه ما نجموش ناكلوا خبز وبكرامه لازم ناكلوها مرمده هذه هي المشكله وين؟ هذه هي المشكله وين اللي نحن لازم نبدلوا الخطاب بتاعنا ونخرج من التعويم والى اخره. الاستاذ رشدي الغنوشي عمره 82 عام وين وين وش يعملوا له يعني؟ شنو شنو اللي ممكن يعملوا تحكم عليه عام تحكم عليه عامين ثلاثه يعني الاجال بيد ربي لكن الكبير هو الاقرب الى الى مفارقه هذه الحياه. ف ما نظنش هو متقلق انا ظني ومعرفتي به الشخصيه انه هو مرتاح جدا انه انه بعد ما خسر الحكم واكيد يشعر بالذنب ويشعر بالخطا لكن لما حطوه في السجن اظن يكون عنده فيه راحه ضمير وكلمه الختام اللي هي ديما نختم بها ونبدا بها يا معشر الشباب إياكم ثم إياكم وراني نتكلم مانيش قاعد نحلل راني كنت نتكلم على روسيا والصين راني نعمل شوية تحاليل بناء على المعلومات والمعطيات نطالع الصحافة نسمع الأخبار نجلس مع مفكرين كذا كما نقولوا فيها نعمل فكرة نعمل نظرة أما راهو موضوع أنهم راهم مجنونين مهبولين يحبوا يلموا مجموعة من الشباب يعملوا بهم تفجيرات وقتل راهو البحث جار على مغفلين ردوا بالكم تكونوا كل مغفلين راهو اذا اتصل بك واحد مش مهم قداش لحيته طولها ومش مهم قداش حافظ قران ومش مهم يقول راني كنت في العراق وفي سوريا وجهدت وعملت وافغانستان كله كذب ردوا بالكم ثم ردوا بالكم اذا واحد يريد يستقطبكم باش تعملوا عمليه اجرام وعمليه قتل راكم جزء من من المخطط الجهنمي اللي يحب يورطكم فردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. بالكم. بالكم خلينا نحصروهم ونحشروهم ولا نعطيهم الفرصة أن يحولوها إلى حرب ضد الإرهاب ردوا بالكم من العنف ردوا بالكم واحد تمشي في الطريق تلقى مسدس ردوا بالك تحط عليه صبعك مش فقط تهزو ردوا بالك تحط عليه صبعك احسب روحك ما شفتوش اتعدى رد بالك اللي ما تعمل به حتى شيء وإذا مسيته ممكن تصير به قتيلة ويأخذوا البصمات متاعك وقال شنو أنت اللي عملت ردوا بالك هذا هي نصيحتي اللي ديما نحاول ديما نوصلها، وراني مانيش نتكلم بتحليل، راني نتكلم فيكم بمعلومه. وهذا هو ربي يهدينا ان شاء الله اجمعين. اجمعين يا رب العالمين، بارك الله فيك دكتور، وتفاعل ايجابي كبير جدا من الساده المشاهدين، ويحبوك تظهر اكثر من مره في الاسبوع، ان شاء الله احنا نحاولوا نخصوا حلقه خاصه بالانتخابات التركيه يوم الجمعه. اذا انت عندك وقت تشرفنا في في القناه دكتور يوم الجمعه لنتناول يعني الاحداث في تركيا او الانتخابات في تركيا مع مجموعه اخرى من الضيوف اذا اذا امكن ذلك يعني اذا امكن ذلك نتواصل ان شاء الله ان شاء الله نشكر الساده المتابعين خاصه جمهور اليوتيوب ما شاء الله جمهور كبير جدا وعندك يعني اصبح يعني برنامجك عنده متابعين قرين على ما الاحظ اشكر الدكتور محمد علي حراث على كل هذه الافادات وكل هذه المعلومات والتحليلات القايمه. يتجدد موعدنا ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعه العاشره ليلا برنامج منبر الاحد ما بقي لي الا ان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.